اهلا بيكم معانا في الجزء الثاني من رحلتنا. لسه مكملين الرحله السعيده، سعداء لغايه دلوقتي جداً. مبسوطين جدا. طيب هنكمل اكتر انبساط وهنعرف اكتر هيحصل ايه النهارده، بس عايزه افكركم ان احنا معانا اسرتين لذاذ جدا جدا، اسره الاستاذ تامر والمدام شاهي والاستاذه كندا والاستاذ عمر، وكمان اسره استاذ احمد الجندي والاستاذه نيلي والاستاذ ياسين والاستاذه لميتا. صح كده؟ ايوه انا ايوه يلا بينا. طيب احنا عايزين نفتكر ايه اللي حصل في الجزء الاولاني، تعالوا بسرعه جدا 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 نراجع مع بعض اللي حصل ونرجع نكمل لعبنا على طول. انتوا جاهزين عشان نبتدي الرحله بتاعتنا؟ ليتس جو. وشقي ولا مش شقي؟ نص نص. حلو جدا. ايه مربي يا جماعه، مربي يمين وشماله في كل حته. حاسب ياسين، حكايتنا النهارده في مكان جميل جدا كلنا بنحبه، حكايتنا النهارده في البحر. وها قد فاز الفريق الاصفر اللي بعده. في رحلتنا دايما بنحاول ان احنا نكون عندنا لعب كتير جدا 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 تؤدي الى السعاده، زي ما احنا عاملين حسابنا ان يكون في لعب بتاعت كل الولاد والبنات اللي بيحبوها اليومين دول، قلنا برضو نعرفكم على اللعب اللي احنا واحنا صغيرين كنا بنحب نلعبها. بابا وماما دايما بيحبوا يبقوا بيقولوا للولاد بتوعهم كل الحاجات والخبرات الحلوه اللي هم عدوا بيها، حتى اللعب اللي هم كانوا بيلعبوها وهم صغيرين نحب جدا ان احنا نعرفكم عليها. هل عرفتوا ولادكم على اللعب اللي كنتوا بتلعبوها وانتوا صغيرين؟ بجد؟ عارفين البلي؟ عارفين البلي؟ بتلعبوها وانتوا كمان؟ البلي؟ طب هل لعبتوا معاه قبل كده؟ لا لا. المنديل لعبتها مره. انت لعبتها مره؟ طب خليني اسال ماما وبابا الاول، فاكرين ذكرياتكم على المنديل؟ أيوة طبعا. ايه؟ طبعا. اجري وزق اللي حوالينا. اجري وزق. لا هنا مش هنزق اللي حوالينا، انت بس لازم تشد المنديل. خليني اشرح لكم اللعبه دي، حد بيقف في النص زي حالاتي كده ويمسك المنديل، واحنا ماشيين بالارقام، يعني 1 2 3 4، 1 2 3 4. يبقى رقمك ايه يا لميتا؟ 4. رقمك ايه يا عمر؟ 4. رقمك ايه كندا؟ 4. 3. ما هو ده بقى، لازم نصحصح ونفوق. ليه؟ لان انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا اقول رقم، واللي يسمع الرقم بتاعه من الفريق من الفريقين يجري بسرعه ويحاول يخطف المنديل مني ويرجع بسرعه على الفريق بتاعه، ونشوف هو كده هياخد البوينت ولا لا. هل انتوا جاهزين؟ جاهزين قوي قوي، يعني لو حد طلع مش في مكانه هيخسر بوينت. اوكي، الراوند من 10. ماشي، ريدي ستادي جو. 2. الله على الامهات. ماشي اوكي، حلو قوي حلو قوي، برافو. في سموات الام الام يا جماعه. 1-0. ماشي. 1. الله على الامهات. 2-0. الفريق ده جاهز جدا. طب نغير الايد، يمكن نقول 4. الله 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 الله، عمر برافو، ده الايد فعلا اتغيرت كسبه. ماشي كده 2-1. نقول 2. لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا يا مامي، ويلي انا مقطعه الدنيا مقطعه الدنيا. ماشي هشوف بتاع بيلي. 3-1. نركز بقى، نقول 3. الله برافو، 4-2. اوكي نقول رقم 1. يلا 5-2. نقول 4. يلا يا عمر، برافو لميتا. معلش سؤال لك يا مرمر، كده انتوا كام؟ 6-2. نركز يا حبايبي ونقول رقم 3. 3 يا لا لا، حصل خير حصل خير. 3-6. 3 اخر واحده خالص، مع ان يعني 6-3 الموضوع ايه محسوم، بس يلا نجرب ونقول 2. لا ده انت مصممه بقى. 7-3 طبعا بجداره. ونيلي هي بطلة الفريق ده يا جماعه، واضح انها كانت مقطعه الدنيا في التسعينات، في العاب التسعينات. هنروح نشوف لعبه ثانيه وتحدي ثاني ونشوف اخبارهم ايه مع بعض.
اللعبة بقى دلوقتي لعبة من زمن التسعينات، يعني اللعبة اللي كل العدد على كل البيوت المصرية وإحنا صغيرين. أنا وأنا صغيرة، بابا وماما وهم صغيرين أكيد لعبوا اللعبة اللي إحنا نلعبها دلوقتي، منهم طبعاً لعبة شد الحبل الشهيرة. لعبتوها قبل كده؟ بجد؟ يعني مش تسعينات بس، لسه بتلعبوها أنتوا كمان؟ طب أنتوا عارفين الرولز بتاعتها صح؟ وعارفين هي بتتلعب إزاي كويس، أنا مش محتاجة أشرحها يعني. طيب جاهزين؟ جاهزين. وأقول استعدوا، ريدي ستادي جو. الله الله يا حرام، خلاص بنعمل ايه الاسره دي؟ طبعا خلاص هيقع هيقع هيقع. ده واضح ان انتوا كنتوا بتلعبوا جامد وانتوا صغيرين. ماشي يلا بينا نروح على لعبه ثانيه وتحدي ثاني. طيب دلوقتي بقى وصلنا لحد بقى ايه الفقره بتاعه التحديات، وانا الحقيقه متحمسه جدا 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 للتحدي اللي جاي ده. هل انتوا جاهزين عشان تشجعوا؟ جاهزين. لا عايزه صوت اعلى من كده. جاهزين. ايوه كده. انتوا جاهزين عشان تلعبوا؟ جاهزين. المفروض ان انتوا تنشنوا على البلالين اللي قدامكم دي زي ما انتوا شايفين كده، طبعا بتتحركوا برولز معينه، بعد ما بتفرقعوا بالونتين بتتحركوا خطوتين بس هتبقوا ماشيين معايا. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ يلا يا كندا يلا بينا. ريدي ستادي جو. الله يا سوف يا سوف. كندا فاضلك واحده وتتحركي. برافو، فاضلك واحده تتحركي يا سيدي. برافو كندا، اتحركي خطوتين بس كده. شويه يا كندا بس. لا يا سين ارجع خطوه، ارجع خطوه يا سين، ارجع خطوه يا سين. ما تتحركش ما تتحركش، اتحرك خطوتين، اتحرك خطوتين. يس ينفع تاخدي دارت وترجعي تاني مكانك اللي هو كان هنا. ايوه اهو بقى ماشي. اتحركي خطوتين قد ياسين كده بس كده. حلوه قوي. ها ها ياسين اتحرك خطوتين. برافو ياسين بس كده زي ما انت واقف ياسين. ماشي اتحركي خطوتين يا كندا. لا قرب ياسين. لا ما تقربش. ماشي اتحركي خطوه فاضل بس من مكانكم بقى. حاولوا حاولوا من مكانكم من مكانكم من مكانك يا كندا. هجيب الدور الثاني. كندا شكرا يا كندا. معلش هارد لك هارد لك بس لعبت لعبة حلوة. برافو. خليكوا معانا علشان نروح نلعب ونشوف تحدي تاني مع بعض، ونشوف كندا وأسرة كندا اللي هتكسب ولا الأستاذ ياسين وأسرة الأستاذ ياسين اللي هيكسب. يلا بينا يلا بينا. ورجعنا لكم تاني للتحديات، وتاني تحدي عندنا، والأباط والأمات عاملين شغل عالي جدا. ودلوقتي بقى عندنا تحدي ظريف جدا برضو بين الأباط والأمات، واحنا هنشجع جامد. اوكي ماشي. انا هشرح لكم بقى دلوقتي. احنا عاملين ملعب على الضيق كده، عايزين بس الماميهات يقربوا جنب الاجوان. ايوه اتفضلي مدام شاهي ومدام نيلي. وعايزين الابهات يقعدوا على ركبهم. انا اسفه معلش اللعبه كده. وكمان هنرجع ايدينا لورا وننساها خالص. اللعبه دي هتبقى بالدماغ. ايوه بس استاذ احمد قلع النضاره ففي فرصه ما تقلقش. اوكي زي المره. جاهزين؟ الكوره بقى ايه لما تجري هنروح نجيبها بسرعه. اوكي عشان نساعدهم. يلا مدام نيلي مدام شاهي ريدي ستادي جو. واحد الله ماشي برافو. الله الله يلا. اند اتنين يلا يا عمر لف يلا يا عمر بسرعه. اتنين الله الله يلا يا عمر الكوره فين الكوره. ثلاثه الله ماشي يلا ثلاثه برافو كانت هتخش. روح جيبها بسرعه. فين الكور؟ اربعه عند مدام نيلي. برافو برافو استاذ احمد. برافو الكوره يلا اربعه اوت. خمسه الله 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 الكوره اللي كانت هتيجي دي. خمسه عند مدام شاه. خمسه برافو. خمسه كانت هتخش. سته الله على الحظ. سته الله. سبعه يلا بسرعه على ميتا. سبعه مامي سبعه. ايوه راحت. يلا يا عمر يلا يا عمر هتخسرنا.
صبعي يا مدام شايف بسرعة. برافو استاذ تامر مركز. يلا 8. الله النضارة هايلة 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 جت. يلا كده 1-0 في التامنة. فاضل كورتين 9. مفيش راحت 9. ماشي فاضل اخر كوره. يلا منتظرين لميتة الكوره 10. يلا اخر فرصه اخر فرصه نركز. راحت راحت اخر فرصه في العارضه وكده 1-0 للفريق ده. يلا خش على التحدي اللي بعده. يلا خش على التحدي اللي بعده. بقى في رحلتنا لاكتر وقت انا شخصيا بحبه جدا جدا، وقت المطبخ. مين بيحب يساعد مامته في المطبخ؟ انا. بجد بتساعدوها بجد؟ بتعملوا معاها اكل وبتلموا معاها الحاجات؟ انا بدي لها الحاجات. بتدي لها الحاجات؟ اوكي. وبتعرف تعمل حاجات ولا لسه مش متعلم قوي؟ ازاي اعرف اعمل ستريبس؟ بجد؟ يا ولد. طب حد يعرف ازاي يعمل تشيكن برجر او برجر فراخ؟ انا عارف. يا سلام عارف بجد. اجيب الكوكو احط اويل بعدين احطه في الميكرويف مايكرويف وبعدين اجيبه بعدين احط الساندوتش واحط الكوكو. ده بقى في حاله انه البرجر جاهز. احنا عايزين نجهز برجر مع بعض. تيجوا نتعلم ازاي نعمل تشيكن برجر او برجر فراخ؟ ايه رايكم؟ اوكي. مبدئيا احنا عندنا فراخ مفرومه، يعني احنا لو عايزين نعمل برجر فراخ هتطلبوا من مامي ان هي تفرم لكم الفراخ. اوكي. ممكن يا لميتا تجيبي لي معلقه في فراخ اهو. عندنا طبعا 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 شويه ملح. لازم نحط ملح صغير. نحط كده شويه ملح حلوين. صعب قوي. ونحط شويه فلفل. ايوه شكرا خليها معاكي. ونحط كمان شويه ثوم باودر كده اهو. وهنحط كمان ده بصل مفروم عندنا. نخلي ماما تفرمه لنا. اوكي. ونقوم حاطينه كده اهو. كله؟ لا مش كله. ممكن نحط على حسب بقى انت بتشوف. انا عايز احط شويه المقادير يعني. وبعدين بقى لازم نحط ايه؟ لازم نحط بقسماط عشان البرجر يمسك نفسه. اوكي. فاضل ايه؟ ما حطيناش ايه؟ ما حطيناش بابريكا. نحط شوية بابريكا. بيدوا لون حلو وبيدوا كمان ريحة وطعم لذيذ قوي. وآخر حاجة البيضاية دي. مهم جدا البيضاية دي في البرجر عشان الدنيا تمسك في نفسها. هنحط البيضة كده اهو. وبعدين نلف. وبعدين نلف. نلف بقى ونقلب بقى. نقعد ايه؟ نلف كده ونقلب. مين عايز يجرب؟ أنا. يلا شوية يا عمر. لف وقلب. وإيه؟ وبعدين نجرب. طبعا البروتين مهم جدا جدا في حياتنا ان احنا نبقى بناكل بروتين. ليه بقى؟ علشان احنا اتعلمنا ان احنا لازم الفتره اللي فاتت اتعلمنا ان احنا لازم نقوي جهاز المناعه بتاعنا. وجهاز المناعه بتاعنا بيقوى جدا لما يكون في اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي بتبقى موجوده في البروتين. فمهم جدا ان احنا نبقى مركزين ان احنا اكلنا يكون فيه بروتين علشان بيخش في تكوين الاجسام المضاده. هنقلب كويس قوي 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 قوي. نقعد نقلب كويس قوي قوي كده 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 كده. ومفيش مانع طبعا ان احنا نعمل ايه؟ نعمل كده اهو. لابسين جوانتيهات صح؟ وغسلين ايدينا كويس. ايوه يلا نعمل. عارفين بقى انه احنا طبعا جسمنا عباره عن ايه؟ عظم صح؟ وعضلات. مش انت بتلعب رياضه يا استاذ؟ اه. وغضاريف صح؟ وجلد بقى وضوافر وشعر. مش كل ده حاجات في جسمنا؟ البروتين بقى هو اللي بيقوي كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. بيخلينا بسرعه قوي صح. وبيخش في كل حاجه ويطول شعرنا وضوافرنا ويخش في تكوين الهيموجلوبين
اللي هو الدم يعني، ويبقى مخلينا ايه دايما عندنا مناعه قويه واحنا اقوياء. خلاص طيب واتس نيكست، هنعمل ايه؟ هنعمل بقى البرجر، برجر مدور صح؟ ماشي. عندنا هنا المكنه اللي بتعمل برجر، نعمل ايه؟ نقوم حاطين شويه من العجين اللي احنا عجناه ده، اوكي ماشي، ونقوم عاملين ايه؟ يلا دوس انت بقى. انا ايوه هنكبس البرجر. فبالتالي بروفيون طلعت ايه بقى؟ برجر. تعالوا نشوفها، طلعت برجر ومدوره زي دي بالظبط، عشان بس انت بقى هنا نشيل ده زي دي بالظبط كده نشيل صح؟ ده ممكن انت تجربي تعملي واحده لغايه اما انا ايه ابتدي بقى اسخن ده عشان نشوف برضو هنعمل ايه. احنا عندنا طبعا طاسه سخنه، احنا ما بنجيش جنب الحاجات السخنه ولا السكاكين. ممكن انا نساعد، ممكن انا اعمل واحده. ايوه هي ايوه هنعمل واحده، ولميتا تعمل واحده. طب دي هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ نحط في الطبق، الطبق اهو يا لميتا. بصوا بقى بنسوي البرجر ازاي؟ هنحط ايه؟ هنحطه في الطاسه. حطه في الطاسه كده من غير زيت؟ عملت زيت بقى. لازم زيت صح؟ اه صعب قوي. بنحطه كده دي فين؟ حطيها على الطبق. انا حطيت الحته الغلط. حطيت الحته الغلط، هساعدك انا. احنا عرفنا ازاي بتتعمل صح؟ هتعملوها في البيت. هنحطها في الطاسه. يا سلام، ونشم ريحتها كده. ممكن نعمل واحده كمان عشان نعمل تو ساندوتشز صح؟ اه كده اهو. و نسيبها تستوي شويه. طب انتوا عارفين الخضار برضو يبقى مهم قوي ان هو يكون موجود في الوجبه بتاعتنا. مين جاهز يحضر الساندوتش بتاعه؟ أنا. طب يلا بقى اقفوا كده عشان اجيب. مين بقى هيحط بقى ايه؟ عندكم طماطم، وعندنا خس، وعندنا بصل ومايونيز، اجيب الساندوتش وكاتش. ايه الجوانتي الاول يا استاذ؟ يا تشاف انت الجوانتي في الباسكت، لازم واحنا بنعمل البسه تاني نبقى محافظين على نظافه المطبخ. برافو. ايوه، واحنا هنا دي قربت تستوي وتاخد لون، وبنبقى بنقلبها كده عشان تبقوا عارفين ازاي. برضو قربت تستوي تماما وتمسك نفسها. الله، قولوا لي بقى مين بيحط ايه في الساندوتش بتاعه؟ طماطم. لميتا بتحط طماطم. انا بحط وخس. تعالوا بس ايه اشيل لكم ده. طماطم وخس مهمين جدا في الساندوتش. ايه كمان؟ بصل للاسف. بصل عشان المناعه. هنحط ايه تاني؟ صوص. حطه. ايوه خلاص كله مجهز الساندوتش بتاعه. اوكي حط المايونيز. اهم حاجه واحنا بنساعد ماما، عشان نبقى بنساعد ماما ان احنا ما نبقاش بنبوظ المطبخ ونبقى بننظف طول الوقت صح؟ صح. جاهزه يا لميتا؟ انا جاهز. الله يا لميتا، بنحط بنفس المعلقه والدنيا بايظه خالص برضو. من الحاجات اللي احنا ما بنعملهاش. انا جاهز. اوكي انت جاهز؟ اورايت. اجيب البرجر. عن اذنك يا استاذه لميتا ارجعي لورا. ايوه. حط البرجر هنا و معلش معلش يلا شيلها. انا هحط ده دوق بسرعه. ايوه ادي اول ساندويتش لميتا. جاهزه؟ جاهزه. اجيب الساندويتش الثاني. انا هاكله دلوقتي. هناكله طبعا. مش هنسيبه، مش هنسيبه يموت. مش هنسيبه يموت. خد وقت قد ايه بقى؟ ولا اي حاجه خالص. دقيقتين. دقيقتين طبعا، احنا عشان كنا محضرين البرجر اصلا، بس في الوقت العادي هنسيب البرجر اللي انتوا عملتوه ده يقعد شويه في الثلاجه. مش انتوا بقى اللي هتعملوا عصير؟ اخواتكم هيخشوا يعملوا عصير. لا لا لا، نعمل لكم سمودي حلو تاكلوا وتبلعوا بيه الساندوتش بتاعكم. اوكي نو no. انا هعمل عصير دلوقتي. لا مش انتوا اللي تعملوا عصير، عشان ندي فرصه لاخواتكم. لا 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 لا، هو ماشي. انا هروح اقنعهم بقى نجيب اخواتهم الحلوين علشان نعمل سموذي حلو جدا 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 ناكله مع الساندوتشز الحلوه دي. يلا يلا. شفتوا بقى البرجر بالفراخ اللي احنا عملناه؟ ايه رايكم فيه؟ شكله حلو خطير. ها طب ايه رايكم احنا كمان نعمل حاجه خطيره تانية؟ اوكي. ايه نظامكم مع العصاير بقى؟ بتحبوا العصاير؟ ايه بقى بتحبوها قد ايه؟ قوي يعني؟ مهمه ولا مش قوي؟ بالنسبه لي بالنسبه لك لازم اشربها كل يوم في المدرسه. لازم تشربي كل يوم عصير في المدرسه. طب في حد فاهم ايه فوائد العصير؟
بيبقى فيه فاكهه وفاكهه فيها فيتامينز. صح، بيبقى فيها فاكهه والفاكهه بيبقى فيها فيتامينز مختلفه. طيب تعالوا نشوف النهارده عندنا عصير ايه او هنعمل سموذي ايه. عندنا اناناس او يطلقون عليه الباينابل بالظبط، وعندنا موز، وعندنا ثلج طبعا علشان ايه لزوم السموذي، وده عصير ليمون. فبالتالي عندنا فيتامين سي ليمون، وعندنا اناناس، وعندنا موز بيدي طاقه وفي بوتاسيوم وفي زنك وفي حاجات كتيره جدا. انا عارفه ان الاناناس من ذا توب 3 فروتس اللي فيهم فيتامينز، من اكتر 3 فواكه فيهم فيتامينز. وايه كمان هنا في فيتامين؟ عصير الليمون. عصير الليمون في فيتامين ايه؟ سي. سي اوكي. والموز بوتاسيوم. في بوتاسيوم وفي كمان بيدي طاقه. بيدي طاقه رهيبه. الموزه بقى من الحاجات المهمه جدا. طيب الموضوع سهل جدا وبسيط، وعشان هو سهل وبسيط اتمنى ان انتوا تبقوا يعني توعدوني ان انتوا تعملوه في البيت لماما وبابا والاسره الكريمه. أوكي. ممكن؟ اوكي. هنعمل ايه؟ هنحط موز. يلا نحط ايه؟ ثمره موز. نقشرها الاول. اكيد هنقشر. مين عايز ياخد شرف التقشير؟ قشري. لا لا احط وانت باين. قشر واحده كمان. انا اللي هحط باين. انا هحط اناناس. الباسكت تحتك اهو. بالظبط. نحط شويه اناناس كده حلوين. موزه. فين الموزه بتاعتك؟ يلا حط موزه. حلو قوي. هنحط عصير الليمون كده اهو، شويه عصير ليمون حلوين. ميكس. مش كتير. وبعدين في الاخر هنحط ايه؟ التلج. ليه بقى؟ عشان ساقع كده وحلو وفريش. صح. التلج هيسيح جوه. هيسيح جوه هيتضرب. ما احنا هنشربه على طول بقى المفروض. أوكي؟ اوكي. طيب احنا حطينا كده المكونات بتاعتنا بس، خلاص هنغطي ونعمل ايه؟ بلند او نخلط. نحطها كده اهو ونقوم. يا سيدي يا سيدي كفايه. لا لسه كفايه كفايه علشان عارف يبقى فيه ايه شويه حاجات ممكن تتاكل كده في الاخر. نجيب بقى الكوبايات الحلوه دي بتاعتنا. ياسين شكلك منظم، بتنظم مع ماما؟ وانت بتنظمي مع ماما؟ انا بنظم لوحدي. لوحدك مش مع ماما؟ يعني في المطبخ حد بيساعد ماما؟ انا ساعات بعمل حاجه بتطلب من ماما. انا ساعات بنزل اشتري لها اللي هي عايزاها. لما بتطلب مني حاجه مثلا من الثلاجه اجيبها لها. برافو. مساعده في الطبيخ ساعات لما احسها ان هي يعني مش قادره. اوكي. هلكانه او باجي اساعدها. حبيبي والنبي انت جميل وانت كمان طبعا. طب حد بيغسل الطبق بتاعه بعد ما بيخلص؟ انا بغسل. انا كنت الصراحه. انت كنت؟ وكل مين عايز ياخد؟ بس احنا جبنا غساله اطباق. يلا حط انت عشان تبقى انت اللي عملته. جبتوا غساله اطباق؟ ها. بس قبل ما تجيبوا غساله اطباق كنت بتساعد ماما. ايوه. استنى. ايه ده؟ طب هل بابا بيساعد ماما في المطبخ؟ ممكن يشيل الغطا خالص عشان يبقى اسهل. بابا بيبقى في الشغل. خلي بالك انت بتصوم. بيرجع ساعات بيساعد ماما. ساعات بيساعد بس ساعات بيطبخ؟ لا هو بيساعدها مثلا فيحضر الترابيزه كده لما بيرجع من الشغل. اوكي. وانت باباك بيطبخ؟ ايوه. ايوه يا ولد. بيطبخ ايه بقى؟ ايه بتحب تاكله من باباك؟ في فراخ كده اسمها فراخ مكسيكي. فراخ مكسيكي. ها. نعملها حلو قوي. يلا نحط العصير بتاع حضرتك. ايه رايك نعمل كده؟ لا نعمل كده عشان نعرف نشربها بقى. برافو. نايس. هنبقى نعمل تاني. مش هتشربي كتير اصلا. طب ايه رايكم تيجي انت دوقته؟ لا. طب يلا ما تيجي ندوقه. دوقه كده. حلو. ساوري. ساوري. ممكن نبقى نزود شويه سكر لو عايز. بس حلو. حلو. طعمه زي التفاح. طعمه زي التفاح بس جميل. نعرف نعمله بسرعه ونعرف نعمله لنفسنا كمان. عملناه بخمس دقائق. ايوه عملناه بخمس دقائق ونعمله كمان لماما وبابا ويبقوا مبسوطين، وكمان عملنا حاجه مفيده جدا 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 جدا. حلو كده نسيب المطبخ بقى صح؟ ماشي. تعالوا بقى نسيب المطبخ وندوق ماما وبابا السموذي الحلو اللي انتوا عملتوه ده والعصير ده، ونروح نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. بعد
بعد ما عملنا بقى شويه اكل كده حلو يعني يستاهل بقكم، قلنا بقى ايه هنشوف هيختاروا مين يعني من الفرق عشان يلعب بلاي ستيشن. فالفرقتين اختاروا الابين، ده معناه ان انتوا بتلعبوا بلاي ستيشن طول الوقت؟ اه انت الله. طب وايه الامهات ايه او المراتات بقى ايه؟ انا بلعب معي بتلعب. طب نايس ده معلمها وبتلعب معاك وكده وبتقطعني. يا سلام فيفا نايس برافو. طب والام التانية ايه؟ لا بيلعب مع اصحابه يوم الخميس. بيلعب مع اصحابه يوم الخميس عمل مش من هنا. اوكي طب اخترتوا هتلعبوا فرق ايه؟ انا ليفربول. ليفربول مو صلاح ايه وايه مدريد. ريال مدريد حيث بنزيما اسمه صح كده؟ لا اوعوا مش فاهمه اي حاجه تانية خالص. يلا بينا نبتدي الماتش ونشجع بقى نشجع بقى ونبتدي على طول ونقول جينزي جينزي ماشي جينزي جينزي جينزي. الله 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 على الشغل الله الله على الاحتراف الله الله شكل المنافسه قويه. يلا يا احمد يلا بينا يلا يلا رفع ليفربول متقدم ولا ايه صح؟ يلا خدها يا تامر خدها يا تامر خدها يا تامر بتقول لك خدها يا تامر مش عارف ياخدها خالص. ايوه مسيطر على الكوره. ورينا بقى ورينا عادات الصحاب ورينا بقى عادات الصحاب يلا بقى جون يا تامر عايزين اي فايده من عادات الصحاب. جون جون يا شكلنا داخلين ولا ايه؟ بابي هو تعرف زرار البيجري؟ عارفه ماشي يلا يا تامر ما تسيبهالوش الموبا الموبا ايه بقى المو صلاح يلا مو يلا بقى يا مو يلا يا مو بقى يلا بقى يا مو هي دي بتاعتك يا مو دي بتاعتك يا مو دي بتاعتك يا مو زاويتك خش بقى يلا يا خش بقى على طول صلاح جات له الكوره هنشجعه برضه يلا بقى يا مو ايوه يا مو خدوا بقى خدوا بقى يا مو دي يلا صلاح ليفربول ستيل مسيطر بس جندي بيحققوه على الكوبري الوحش قوي ده ده كان في مين فيكوا ده؟ لا 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 ايوه صلاح اهي ايوه صلاح حلو صلاح لا 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 2-1 ليفربول 2-0 اصلا 2-0 ليفربول جندي بيتقدم فين قعدة الصحاب؟ بجد بيقول لك السيتنج هنا مختلف حجج بقى حجج بقى شكلك ما بتقعدش مع اصحابك بتاع بلاي ستيشن وانا بادي النفوس يلا بينا لسه هنكسب هنكسب السيتنج مش بتاعك ايه بقى يلا مرتده نشجع طب نشجع وشوف شكلك جندي جندي مش محتاج جندي يلا يلا اوفسايد اوفسايد الفار الفار بقى يروح من الفار هنروح ماشي الله حي والتاني هيا بينا الله حي بينا الشوط الاول خلاص 2-0 ليفربول 2-0 رايحه ليفربول وجندي متقدم على تامر وتامر شكلك محتاج تصلحه حاول انا ممكن اجيب عمر يكمل يلا 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 باصي لورا يلا بينا ليفربول يلا حلو قوي ناحيه اليمين هجمه خطر من ناحيه اليمين قطعت قطعت برافو برافو ليفربول ليفربول صلاح صلاح يا ولاد صلاح يا ولاد صدها صدها برافو تامر شايفين تشجيعكم ليه بيجيب لا نشجع محتاج تامر محتاج يتشجع يلا يا ولاد نشجع بابا علشان بيفوق تامر يلا يا تامر يلا كرة تاني مع صلاح الله اكبر صلاح بيحضر هيشوط 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 خط خط حلوه جدا تامر ابتدى يبقى بيركب هجمه مرتده برافو حلو خطر انفراد انفراد ريال مدريد يعني ينفع كده ريال مدريد بيقرب وهيعوض هيعوض بشويه تشجيع نحب بعض اسره سعيده تشجع بعضها نحب بعض يلا بابا كان محتاج شويه دعم هيحصل هيحصل مجهود بسيط جدا ضربه البدايه ليفربول باصل وراه هجمه ناحيه اليمين عن صلاح صلاح بيعدي صلاح بيعدي خطر اوه خطر 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 يا صلاح بيقرب من منطقه الجزاء لسه الكوره مع صلاح صلاح بيفاصل خطر ماني ماني خطر بيشوط برافو برافو صعب صعب اللعب صعب جدا برافو برافو بجد برافو دخلت ولا ما دخلتش؟ ما دخلتش ايوه يا جندي شكلك هتكسب وشكل التدبير المنزلي اللي قصدي التدريب المنزلي جايب ايه يلا يا احمد يلا يا احمد يلا يا احمد يلا يا احمد لسه مع ليفربول لسه ليفربول مسيطر يا جماعه صلاح
راجل يا راجل يا راجل يا راجل هارد لك صلاح هارد لك جندي لا ده اوف سايد وهنحاول نعوض الهدف اللي ناقص ايوه بينا عايزين يلا بينا يلا تامر فيها تعويض ولكن مرتده ليفربول محمد صلاح يلا خلص الماتش خلص على الكلام مو صلاح في الحقيقه وفي البلاي ستيشن بيخلص في اي حته هو مش ممكن اختيار موفق طبعا لجندي انه يلعب بليفربول مو صلاح والله العظيم قلبي معاكم فرحه عارمه حتى في البلاي ستيشن وانا حسيت عايزين اي سيطره بقى قبل ما نمشي ليفربول برافو جندي هارد لك يا استاذ تامر معلش حلو جدا 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 هنسيبهم بقى هم يحتفلوا مع بعض وتعالوا دلوقتي نروح على يحيى وكنوز ونرجع تاني على طول اهلا بيكم يا اصحابي النهارده يحيى وكنوز بسيمو مجهزين لنا حكايه عن تاريخ مصر العظيم مين هنا شاطر في الحساب أنا. وبيعرف يحسب ويجمع ويطرح عايزاكم تركزوا وتصحصحوا معايا عشان حكايه النهارده هتعجبكم قوي عارفين بتتكلم عن ايه بتتكلم عن علم الحساب في مصر القديمه يلا بينا نشوف انا اللي وصلت الاول لا انا طيب احنا هنشاهد اصحابنا احنا كنا عاملين مسابقه جري واتفقنا انا وكنوز لو انا اللي كسبت هروح المغامره لوحدي ولو هي اللي كسبت هاخدها معايا وطبعا انا اللي وصلت وسبقتها ودلوقتي جه معاد كلمه السر اترو يحيى يا تاخدني معاك يا نعيد السباق كله خلاص تعالي معايا اترو ايه ده انت ازاي جيت هنا يا سينو مش المفروض احنا اللي نديلك العالم القديم حاجه غريبه قوي يا ولاد بس اكيد ليها تفسير انت قلت لمين يا يحيى على المغامره الجديده كنوز وكانت هتيجي معايا لا مش انا وبس انت ناسي اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ايوه صح انا قلت لهم انهم هيعيشوا المغامره معايا لحظه بلحظه مش تقولوا لي ان معاكم اصحاب جداد ازيكم انا سينو انا مبسوط اني معاكم هنا يبقى كده يا يحيى التفسير الوحيد اللي خلى كلمة السر بدل ما تنقلك للعالم القديم تنقلني أنا ليك هنا هو طبعاً وجود أصحابك الحلوين دول لازم يعيشوا معانا المغامرة مغامرة هنا؟ إزاي يا سينو؟ المغامرات ملهاش مكان ولا زمان يا كنوز وبعدين انت نسيتي إن أنا سينو أقدر أطير 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 وأتحرك جوه أي زمن زي ما أنا عاوز أيوة يا سينو بس إحنا كنا بنعيش مغامرة تاريخية في العالم بتاعها هنا مثلاً أنت هتعمل إيه؟ أنت ممكن تعمل أي حاجة هحكي لكم حكايات عمركم ما سمعتوا عنها ها؟ إيه رأيكم؟ حكايات من التاريخ برضو يا سينو؟ التاريخ يعني كل حاجة يا يحيى إحنا عندنا في زماننا ده حاجات كتير غير التاريخ عندنا اختراعات وعلوم وتكنولوجيا وكل حاجة حتى تطور العلوم عبر الزمن لحد ما وصلت ليكم بشكلها دلوقتي جزء من التاريخ يا كنوز تحبي تشوفي بنفسك؟ ورينا يا سينو في كل مرة هحكي لكم حكاية بس المرة دي بقى مش حكاية ملك حكاية علم أو مجال موجود في زمنكم لكنه بدأ من آلاف السنين مع وجود المصري القديم على نفس الأرض دي ها؟ موافقين أنتوا وأصحابكم؟
موافقين يا سينو. ممكن تقولي لي يا كنوز 5×5 بكم؟ ياه دي سهلة قوي يا سينو، أنا شاطرة وأعرف أحل أصعب منها. هو إحنا في امتحان الميد ترم يا كنوز؟ أجاوب أنا يا سينو؟ جاوب يا يحيى. 5×5 = 25. ها والعملية دي اسمها إيه في زمنكم؟ عملية حسابية، ضربنا 5×5 وطلعنا النتيجة. برافو برافو برافو، هو ده اللي أنا كنت مستنيه، عملية حسابية. ومن هنا تبدأ حكايتنا. من قبل الزمن ده بآلاف السنين كان المصري القديم في بير عنخ اللي هو بيت العلم أو المدرسة، مش برضو بتقولوا كده عليه في زمنكم؟ صح يا سينو، كمل لنا الحكاية. كان المصري القديم بيدرس حسب، وهي أصل كلمة حساب اللي بتقولوها انتوا دلوقتي. عرف الأرقام ووحدات القياس وقدر من خلال علم الحسب إنه يبني حضارة كبيرة تعيش آلاف السنين. يعني المصري القديم كان يعرف الجمع والطرح والقسمة والضرب وكل العمليات الحسابية يا كنوز. إيه رأيكم أقول لكم الأرقام بالرموز المصرية القديمة؟ 1 يعني وع، 2 يعني سنو، 3 يعني خمت، 4 يعني فدو، 5 يعني ديو. يا ياسينو دي لعبة حلوة قوي، خلتنا نحفظ الأرقام بسهولة. خلاص كده أنا كمان هقول إترو ويبقى معايا كلمة سر زي يحيى. يلا أنا رايحة مغامرة جديدة. وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قولولي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ لازم نعرف إن المصري القديم كان بيقدر يستخدم كل حاجة في البيئة لصالحه. المصريين القدماء ما استخدموش الحساب غير في بناء الأهرامات بس؟ دي كانت مجرد وظيفة من وظائف علم الحساب. المصريين القدماء قدروا يربطوا علم الحساب بعلوم تانية زي علم الفلك، وقدروا يحسبوا مواعيد فيضان النهر العظيم ومواسم زراعة المحاصيل. وبكده خلصت حكايتنا، واستنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. بعد بقى ما خلصنا واتفرجنا على يحيى وكنوز، دلوقتي بقى عندنا لعبة حلوة جدا جدا واحنا مكبرينها جدا جدا جدا، ألا وهي كونكت فور. مين ما لعبش كونكت فور قبل كده؟ ما اعتقدش، صح؟ عارفين كونكت فور كويس وعارفين اللعبة المفروض تحصل ايه، بس احنا طبعا مكبرين الموضوع اكتر، وهيبقى بالبالونز وانتوا تحاولوا ايه تهدفوها، عشان كده موقفين معاكوا الماما هارت. وده خليني اسالكم سؤال بقى قبل ما نبتدي لعبتنا النهارده. استاذة لميتا، انت عادة لما بتيجي تبقي عايزة حد يساعدك بسرعة في حاجة، تروحي المامي بسرعة ولا تروحي البابي بسرعة؟ مامي. ليه بقى اشمعنى؟ كده اسرع؟ لا بتساعدك اكتر؟ بجد؟ ليه؟ عشان صاحبتك اكتر ولا علشان مركزة اكتر ولا عشان صاحبتك اكتر؟ يا ولد يا رب بقى، خلاص بقى بابا قعدنا بره. عمر انت بتعمل ايه؟ قولي بصراحة. مامي اشمعنى؟ عشان هي بس بتبقى بابا بيبقى بعيد اكتر، لكن ماما مش بتبقى بعيد، زي بتبقى جنبي. وبابا زي بعيد قد هنا، بعيده هناك زي ما هي واقفه جنبك حالا كده. ايوه. طب انت جاهز تلعب اللعبه دي؟ وعارفها وفاهمها؟ طيب احنا ماما قالت اول الحلقه ان هي كانت بتدرس ديسيبلين، يعني التزام. هل هتلتزم بقواعد اللعبه دي؟ وبتلتزم بالحاجات في البيت؟ وانا خسرت. لا مش هعاقبك ولا حاجه، بس يعني بس لا مامي لا بجد الالتزام واصل للمرحله دي. احنا بنلعب يعني، مش هتعاقبيه صح؟ لا اوعدك يا عمر مش هتعاقبك لو خسرت. اوكي ماشي، جاهزين؟ يلا بينا. جاهزه يا استاذه لميتا؟ انت ومامي المفروض تعملوا تيم قوي بقى، مش انتوا بقى قريبين وصحابه كده؟ ان شاء الله. يلا بينا نبتدي. ليديز فيرست بقى يا عمر، ها نبتدي بلميتا ونقول ريدي ستادي جو. يلا يا عمر. برافو عمر، ادي عمر كون واحده. يلا مامي
يلا يا عمر. الله قفلت له. مامي راحت قافله لعمر من ناحيه ماشي، ولكن عمر تديني الحق. طلعها بره. برافو. مامي هي قررت هي تاخد زمام الامور ودخلت واحده. عمر بصي يا عمر، يلا طلعي يا عمر، بلاش تجمعها فور. برافو. اوكي ماشي. حلو ماشي. يلا نيلي. اوت. يلا يا عمر. اوت برضه. لا معلش اللي بعده. احنا انا ملاحظه ان مامي هي اللي خدت زمام الامور، ولا ميتا مش بتلعب اصلا. يا عمر قفلت عليك. قفلت عليك بس انت شكلك هتقفل عليها برضه. ماشي برافو. ماشي برافو. حلو. ما هو ايه، لميتا مش هتلعب؟ ماشي. يلا بطلعها بره. يلا يا عمر انت الاحمر ركز. اوت. يلا ماشي مش مشكله. في هنا روح تعاون ما. طب يا مامي العب انت يا مامي. اقطع عليها ايه؟ لا عمر يلعب. لا عمر انا اسفه، لا عمر يلعب. طب لميتا، لميتا اختاري السفره دي. يلا لميتا. طب ماشي. مش هتيجي. شفتي انا. يلا يا عمر لازم تنزلها هنا يا عمر. ماشي لازم انت تنزليها هنا عشان تكسبي. ما فيش. لا ماشي. يلا شيء. يلا يا عمر. قربت تكسب. ماشي. لا لا كسبوا خلاص. بتعملوا ايه؟ انت لسه هتقولي له بصي يا عمر. لكن ايه طيب ايه؟ لميتا اللي كسبت هي ومامتها. صحيح كان في عدم توافق مش طبيعي، بس برافو. نايس. جود. جود جوب. جود جوب عمر. يلا معلش. هارد لك. هارد لك. ايه رايكم يا جماعه؟ تيجوا نروح نغني اغنيه حلوه؟ يلا بينا. يلا بينا نروح نغني اغنيه حلوه جدا 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 جدا. يلا بينا. وصلنا لحد نهاية خلاص فقراتنا ولعبنا وخلصنا الرحلة الأولى بتاعتنا، بس استنونا في حلقات تانية جديدة وأسر تانية مختلفة هتكون موجودة معانا ومنورانا. هنلعب ألعاب مختلفة وتحديات مختلفة وهنسأل أسئلة أكيد مختلفة. يا رب تبقوا انبسطتوا معانا زي ما احنا انبسطنا. آخر حاجة خالص بتكون في رحلتنا هي إن احنا بنغني لكم أغنية يا رب تعجبكم. يلا بينا نشوف أغنية النهاردة إيه؟ كل مصر تحية العلم، تحية لكل مصر.